ليا رح ننتقل للهاند ميد وعالم، خلينا نقول عالم الفن، هو العالم الواسع واللي بيضم أشخاص بيهتموا فيه وإله رواده وإله عشاقه وإله لمسة فنية وبصمة مختلفة تختلف عن الشغلات المطروقة خلينا نقول أو المصنعة. الشغل اليدوي هو بيكون من روح الشخص ومن قلبه وحاطط كل جوارحه فيه لتطلع قطعة مميزة بتعبر عن صاحبها وممكن من خلالها الروح تعجب يلي بده يشتريها يا ليا. تمام سالي، واليوم معنا شغلات كتير حلوة كتير موضة وكل الصبايا يمكن بيدوروا انه يلبسوا هيك شيء، وخاصة بفصل الصيف وعلى البحر ومع الثياب الملونة، وما في احلى من انه سيدة تواكب الموضة تعطي للصبايا ولكل سيدة حقها بالموضة الجديدة. ومع غلاء الاسعار يمكن صرنا نشوف الهاند ميد والاشياء البسيطة هي مرغوبة أكثر لدى الصبايا ولدى السيدات. رح نحكي أكثر عن هالقطع الحلوة، رح نشوف أكثر قطع كتير مميزة مع السيدة هوري أركليان. صباح الخير. بونجورين. منيحة أنت كيف؟ تمام. منيحة؟ شو هالقطع الحلوة؟ بالبداية عرفينا إمتى بلشتي بالهاند ميد وشو عشو بتعتمدي أكثر؟ هلا انا بلشت، يعني انا دارسه تصميم وتفصيل ازياء. اوكي. ف ان جنرال بيكون في شيء ناقص باللوك، دائما لازم نزيده بالاكسسوار، فاذا كان الديزاين انا عملته فبيكون عندي نظره مشان شو اللي بيكمل اللوك تبعي. أوكي. بس هلا يعني انا ما صار لي كثير، صار لي فتره الكورونا قبل سنة ونص. حسيت انه قاعدة بالبيت ما في شغل ما في شيء، بلشت انه اسوي الاشياء الكاجوال للي كل يوم، وفي قصص مثلا هي ضمن اختصاصي. انت مصممة مجوهرات ذهب؟ مصممة مجوهرات ذهب، دارسة تصميم ازياء، فبلشت خيي يعني الذوق كله الغلا تبع الذهب كمان ما في مجال يعني نحكي فيه. فأي شيء بلشت طبقه على نحاس على فضة حسب الاوردرز يعني. يعني طيب. شايفين نحن قطع مميزه، يمكن انا وليا وقت عطتني هدول القطع دغري قلت لك احجزت، عندي لسه كمان بتلاقي احلى. يعني يمكن الاكسسوار هو له اهميه كثير كبيره بابراز ايضا جمال المراه، قد ايه برايك هذا الموضوع انت كحدا دارس تصميم؟ تمام. هلا كل مره تتفرد بنوعيه شخصيتها اللي ممكن هي بتنقي مثلا الكلاسيك الفاشن اللي كتير صرعه. فانا مثلا مع انه شجع الموديلات الاكسنتريك ممكن تكون غريبه شوي ما كل العالم تتقبلها، بس كمان في الكلاسيك وفي يعني بحب يعني كل شخص يكون ياخذ. هلا ست هوري نحن رح نشوف شويه قطع لبين انت ما تشتغلي لنا قطعه جديده، حفرجي هدول مشان يبين عندك. عم نشوف لولو كيف داخل مع حجار باللون الذهبي، كمان دارج انه نلبس اثنين مع بعض ان كانوا منسقين. كمان هات خلينا نشوف اللولو. هي شو هي؟ هي هيك مع اللولو بتلبق. هي هيدا الكلاسيك الدام. وين هون؟ كثير حلو. يمكن العقد اللي بايدك ليا، ويمكن ما بعرف اذا داخل بالحجر شجره الحياه او شيء بيرمز للحياه. هون هي لا فراشه، لا اللي بايد ليا. ليا تماما. هون كمان عندنا بعض ال ماما، بعد كمان الاساور يلي بتنحط بالايد باشكال مختلفه. بس قولوا لي وين هون ولا هون؟ هون. اوكي. هي باشكال مختلفه. هدول القصص بيروح لونا؟ لا انا بحاول ساوي كل شيء بالبادجت اللي محدد. أوكي. هلا مثلا اكيد بحاول انا مثلا هدول الاشياء اللي انا عم ساويهم يكونوا مطليين ذهب
نعم. ويكون لونه مكفول. اكيد ما رح نبخ عليهم بارفان هيك دايركت ونروح نقول لك انه بس مثلا هدول الروبرز ما حتى ما بيتاثروا نعم. فيهم وهيك قصص. هوري خلينا نحكي رح اعمل هيك اوكي مشان تشوفوا العالم كيف عم تشتغل. شو عم تشتغلي اول شيء؟ هلا بدي اسوي طوق عين مع فيروز قلوب. اوكي يعني شاركتي ببازارات؟ كان لك مشاركات ببازارات بمعارض؟ كيف بتروجي لبضاعتك؟ هلا هي مبدئيا انا عندي صفحه اونلاين. اوكي شو اسمها؟ هوريتا. هوريتا اوكي. ف المعارض ما كثير بشترك فيها بس هلا اشتركت لاول مره. بدي اشترك ببازار الوان سوريا. حلو كثير. يعني عم نشوف ايضا الوان سوريه ضمن شغلك والوان يمكن هي بتخص الصيف. مدام هوري ايضا احكي لنا القطعه حسب القطعه بتاكل معك شغل. يعني مثلا انت بتحطي براسك هيك تصميم وبعدين انه بتقولي انه انا بدي اصممه فبتحطي وقت ولا لا وقتك لا مفتوح؟ لا لا لا, لا. انا مفتوح. اكيد وقت مفتوح لانه ما بتعرفي قد ايه ممكن ياخذ الوقت. بيجوز الساعات اللي انا بقضيها فكر بهيدا التصميم ياخذ وقت اكثر من انه انا عندي وقت اشتغل فيه. نعم. هلا نحن في عنا اغراض انه هي تكفي نعمل القصص اللي بنحبها القصص لك اياها القصص الموضه ولكن كمان بظل الحصار اللي نحن فيه يمكن كثير في من الاحجار وفي من الاغراض يمكن ما عم نلاقي صعوبة بالحصول عليها. هلا هي الموديل كان بدمج الأحجار بقلب السنسال. خلصنا شفنا؟ لا ما خلصنا في الفينيشينج تبع انه كيف بدنا نربطه. ممكن نفرده مدام هوري لأنه هو طالع على الهواء. خلينا بس ناقي. كثير كثير حلو ناعم. هذا طبعا مثل ما قلتي السنسال مطلي والاسلاك اللي نحن بنستعمله هي اللي ما بيقدروا يشتروا ذهب وكلنا ما بنقدر نشتري ذهب حاليا. يعني خلينا نلبس من هدول عن جد تمام اكسسوار حلوه تمام. نعم. مين بيساعدك بالبيت؟ لحالك؟ لحالي. والعدة اللي بتستخدميهم هيك سهلين رواق ما ما فيهم صعوبات. طبعا عم تلاقي يعني اوبس عم تلاقي اقبال كثير على الصفحه على الطلبات. هلا ممكن بس انا كثير هيك بفضل يكون انه شيء شخصي يعني انه يكون الاوردر مو انه شيء عادي. هلا ان جنرال انا بحضر الكولكشن بس انه بحب كل مره تاخذ طلبها وشيء اللي بيلبق له. نعم نعم. يعني مدام شفنا يمكن تصميمات في اشكال الدب يمكن التيدي بير كثير موضه كثير موضه وايضا يمكن هدول القصص اللي بترمز هيك لشغلات للصيف الالوان تمام واللولو اللي داخل مع الالوان يمكن موضه السنه ما هيك نحكي عنه شوي. هلا لوك السنه كثير موضه التيدي بير وموضة يعني مثلا الوان الصيف الوان الباستيل كتير حلوة وكتير فاشن. هلا ليا حاطة يمكن يعني كمان هاند ميد برقبتك ليا قريب من هدول قريب من هدول اي تدريجات اللون هذا الدبدوب يمكن الموضة كتير خلينا نشوف الدبديب كتير موضة هدول اوبال؟ لا رزين. حلو رزين مع الرابرز. هلا مثلا من الصيف هيدا الكولكشن تبع انه ايس كريم وفواكه الصيف كثير مهضومه والوان الوان 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 هي الصيف يعني بتحدد على البرونزاج حلوين هالالوان يعني شو حلوين شو وعيون العيون اكثر شيء بيهتموا فيها شان الحسد. يا هلا نحن كشعب منآمن بالعين كيف هيك هي هدول القصص يمكن ايه عاديه. خلينا ايضا نحكي نحن عن باقي التصاميم يلي انت هيك قريبه لقلبك مدام هوري. تصاميم قريبه هلا هي كل فتره بتطلع موضه جديده بس الاشياء الكلاسيك هي تصميم الاسماء عن حاس او عفضه. هلا مثلا اول شيء انا سويته
هو ما كنت لاقي حدا يفصل لي اسمي بالارمني. انا ارمنيه، ما كنت لاقي حدا يفصل لي، فانه اول قطعه مثلا حبيت انه تكون اسمي بالارمني، هو السواره اللي لابستها هلا انا. لك شو حلوه. اسمي هوري بالارمني ومطليه بس خلينا نشوفها. شفتنا؟ اوكي. لك كيف كمان فيها كثير احجار من ال كمان احجارها حلوه كانه فيها هيك من نوع لون العقيق من ضوء القمر فيروز. نعم. نحن بس عندنا اكسسوارات بتلبس، ما عندنا شيء بندخله مثلا اذا شناتي جزدين. شناتي جزدين هلا اللوك تبع الصيف هي مثلا سويت سناسل للنظارات والكمامات والهي، وحاولت انه اسوي ميكس هاي للنظارات. هاي للنظارات حاولت تسوي ميكس. شو الشغله الحلوه اللي بايدك؟ ليه انا فكرت اخ الخاله في للنظارات. هلا انا سويت ميكس لانه هيدا السنسار كمان هي بتعقد، ممكن نحطها لكمامه من حلو هدول اللي هي مشان الكورونا. مشان الكورونا. وممكن مثلا نستغني عن القفل نحطه على النظاره. عن جد حلو كثير. وممكن اذا حدا ما بيحب هيدول القصص ممكن يصير هيدول البلاستيك بفوتوا ببعض، ممكن تصير اكسسوار، ممكن يصير طوق عادي. ايه حلو كثير، حلو كثير. فممكن موضة استعمالات كثيرة كمان هدول للنظارات. هدول للنظارات الشمسي. عم نشوف شو بدنا نشتري انا انا عم شوف الريبان اذا بيمشي حاله يعني وعد صباحنا غير باقي الايام رح نلبس من عند هوري دائما الاكسسوار. هيدا انا مساويته ممكن يكون سنسال نظاره، ممكن يكون سنسال خصر. حلو. نعم نعم. مثل ما انا شايفين حتى الكواليتي كثير منيحه، حتى اي حدا حابب يعدل على حجم التوق او اي شيء حابه فيه يتعدل فورا ومباشره. قبل ما نختم معك، نحن بدنا نتمنى لك انه يصير عندك يمكن اكبر ستور بيحوي الهاند ميد يلي عن جد بتستاهلي قمه بالذوق. خلينا نقول شو اسم صفحتك للناس. هوريتا. هوريتا جولز على الانستغرام. على الانستغرام اي حدا حابب يحصل على الجمال الحلو ويزيد جماله مع هوري اكيد عندها شغلات كثير حلوه. موفقه، ناصرينك بحلقات جايه واكيد هيك كثير حلوين القطع. انبسطنا بهالصباح الحلو. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا وموفقه. ان شاء الله بنشوف هيك اعمالك ايضا مثل ما قالت ليا بستور كثير كبير. اهلا وسهلا فيك.